انا عندي مقوله مع لعيبه منتخب مصر، تاكل تشرب تنام تفكر في مصر عشان الناس تفرح. دي عندي، حد بقى يزعل ما يزعلش، حد يتضايق ما يتضايقش، انا ما يفرقش عندي. انا يفرق معايا الا حاجه واحده بس، هي مصر. مصر دي ترابها انا طول ما انا عصام الحضري لغايه ما بطل كوره هقعد اشيل خير البلد ده على دماغي وتراب البلد ده على دماغي، لان هي اللي عملت عصام الحضري. لما النهارده عصام الحضري في الجابون، كل الجابون ودول افريقيا والوطن العربي، وبعد كده تخش العالم كله يتكلم عنك، يبقى مصر دي لازم مش اشيل ترابها، ده انا يعني اشيل اي حاجه في البلد دي عشان خاطر مصر. واللعيبه دي نفس الشيء، خلي بالك حاجه، واللعيبه دي نفس الشيء، اللعيبه دي نفس الشيء، اللعيبه دي سايبه انديتها في اوروبا او سايبه انديته في مصر وبتاع عشان خاطر مصر. وفي الاول والاخير مصر ده اي لعيب هيحترف، اي لعيب هيحترف هعيدها مره ثالثه، اي لعيب هيحترف مش هيحترف احترام لكل الانديه، ما بذكرش اسامي انديه، اي لاعب هيحترف بره هيحترف عن طريق منتخب مصر، مش هيحترف عن طريق النادي. والنبي لو هو احسن لاعب في افريقيا قبل ما بيقول لك لاعب منتخب ايه؟ ما بيقولش نادي ايه؟ اي لعيب احترف في النادي الاهلي، من الزمالك، من اللعبه كلها، كله عن طريق منتخب مصر. لو جبت لي لاعب احترف عن طريق منتخب مصر هقول لك انا غلطان. في الاول ما هو النهارده اللي في النهارده في لعبه جالها عروض من المنتخب مصر، جالها ليه؟ عشان ايه؟ عشان لعبه منتخب مصر.